حين يعلو صوت الرصاص تتعطل حركة الإنتاج. هكذا هو الوضع في ليبيا التي يعيش عدد من مدنها نقصا في المواد التموينية والأساسية بسبب النزاع المسلح، خاصة في الشطر الشرقي من البلاد. يعاني الليبيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعضها تراوحت نسبة الارتفاع بين 30 و70% كالدقيق وحليب الأطفال. بلغ سعر رغيف الخبز 5 جنيهات أحيانا، وسعر كيس الأرز 45 جنيها. وزاد انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن من حجم المعاناة، ما يرفع أسعار المواد الغذائية والتموينية. أيضا ارتفاع تكلفة النقل من بلد الجوار بسبب رفع الناقلين وأصحاب الشاحنات لعمولة النقل إلى الضعف بسبب مخاطر الطريق. أضف إلى ذلك انهيار سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، كما تكبد الاقتصاد الليبي خسائر تجاوزت 30 مليار دولار جراء توقف إنتاج أو تصدير النفط بسبب تواصل المعارك في مناطق الإنتاج أو بالقرب منها، كما شهدت بعض المدن مشاكلا في توزيع الوقود والغاز. ولا تنتهي معاناة الليبيين عند هذه الحاجيات الأساسية، فالأزمة السياسية والنزاع المسلح المخيم على البلاد تسبب أيضا في تفاقم مشاكل النقل والعلاج، وتلك هموم أخرى يعاني منها الليبيون.